كل عام وانت بألف خير، مولود العقرب، وان شاء الله يا رب يكون عام 2018 عام خير لإلك ولإلنا. طبعا هو عام للحظ هاي بالبداية، وطبعا للإيجابيات الكتيرة، وممكن كتير يمنحك فرصة لإصلاح أمر ما بحياتك، ممكن يعيد الاستقرار لوضعك الشخصي أو حتى العائلي، ممكن تفكر إنك تضع نهج جديد لخطواتك العملية والمستقبلية وحتى بحياتك الشخصية. بينشط هذا العام العمل، بينشط السفر لو حبيت، بتنشط الأمور الدراسية، هي بالنسبة للطلبة. عام في توسع، في زيادة من كل شيء، في نماء، والأهم أنه في زيادة بالمال. عام طوال العام مولود العقرب عنده انشغالات مالية وعنده استثمارات، عنده مفاوضات على أمور، عنده ممكن دخول جديد بيحسن موارده المالية أو حتى بيزيد بدخله. مولود العقرب كون كوكب الحظ موجود عندك هذا العام، تزداد جمال الحقيقة، سواء كان مواليد العقرب الذكور أو حتى الإناث. وممكن كتير يكون في عندهم زيادة بالوزن، هذا شيء لا تستبعدوه أبداً مواليد العقرب. فالفتيات أو الستات من مواليد العقرب ينتبهوا على هاي الناحية خلال هذا العام. اعتبارا من منتصف هذا العام مولود العقرب، ممكن كتير أنك تتخلى عن شراكة بحياتك، شراكة عملية أو حتى شراكة مهنية، أو ممكن تدخل شراكة جديدة وبطريقة مفاجئة جداً إلى طابع عائلي ومالي. تجني المال بهذا العام، بتغير عمل، بتعيد ترتيب وتنظيم حياتك. ببعض الفترات بهذه السنة ممكن مولود العقرب يحصل بينه وبين أقاربه أو عائلته، يعني سواء كان إخوة أو أخوات، بعض من سوء تفاهم أو بعض من الخلافات المفروض أنك ما تحتد فيها مولود العقرب، المفروض أنك تلجأ بعلاقات من هذا النوع لكتير من الهدوء، لكتير من للقليل بالأحرى من التنازلات والوسطية بالمواقف.